لتعزيز حكامة القطاع السياحي عملت الحكومة على تطوير المنظومة التشريعية للقطاع عبر إصدار مجموعة من النصوص على غرار المنصور المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار والمرسوم المتعلق بتنظيم القانون القاضي بسن اجراءات خاصه تتعلق بالاقامات العقاريه للانعاش السياحي، اضافه لمرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصه بمؤسسات الايواء السياحي، وذلك بهدف تبسيط المساطر الاداريه بما فيها القصبات والايواء البديل ولادماجها في القطاع المهيكل لتحسين التأطير والتتبع والمراقبة من أجل توفير عرض سياحي ملائم وبجودة عالية وترسيخا للتوجه الحكومي الهادف إلى جعل القطاع أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة تطلعات المرحلة عملت الحكومة على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقيتي شراكه مع جهه قلميم ودنون وسوس بقيمه 200 مليون ديال الدرهم لفائده 250 مقاوله سياحيه صغرى ومتوسطه على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق ومئة منصب شغل كمرحله اوليه في انتظار تعميمها على باقي الجهات كما تواصل الحكومه جهودها لتطوير المنتوج وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي لإنجاز مدارات سياحية بالمجالين القروي والحضاري وإضافة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمار عبر مواصلة إنهاء وحدات عالية الجودة بمحطة التغازوت إضافة إلى الاستمرار في استقطاب علامات تجارية متميزة بكل من مراكش والرباط والحسيمة وأجدي وتازة ومن جهة أخرى وجهت الحكومة تدخلات الشركات المغربية للهندسة السياحية لملائمة العرض مع أهمية ونوعية الطلب والتركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشركات في مختلف جهات المملكه كما نراهن في ذات السياق على على الميثاق الجديد للاستثمار لجلب استثمارات سياحيه مهمه نظرا لما يقدمه من تحفيزات مشجعه وبفضل هذه المجهودات المبذوله تم تسجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار. مقارنة بالارقام المسجله في سنوات ما قبل الازمه حيث وصلت الى 7 مليار ديال من الاستثمار سنه 2022 مع خلق حوالي 10000 سرير اضافي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي